السلام عليكم خوتي وحبابي، صباح الخير عليكم. قسم غالية بزاف بزاف بزاف، تعطلت عليكم هذا الغياب، هذا اللي هو غياب اضطراري. انتم عارفين انني كنت مريض رجلية ووقع يعني واحد ما بغاوش يبراو ليا، ما بغاوش يتجمعوا. دابا الحمد لله راه تجمعوا ويلا غادي باش نبدا معاكم. هي تخرج ليا الدروس ديال السنان، واحد الدرسة شدتني حمقتني سنان، راه تدار عليك شي تاع الطبيب والدونتيست وهذا وصايب شام. اليوم خوتي يعني انا ناعس، واحد الصباح هو يجيني واحد الاتصال من واحد الموقع وقناة ديال صوت العدالة، يعني غادي ان شاء الله دابا نتفاعل ونسجل معاهم واحد الحلقة، وبغيت انني نشارك معاكم يعني ما دار بيناتنا في الفيديو ان شاء الله، وشنو غادي يقول وشنو غيكون وهذا، وغادي نشارك معاكم. وكنعتذر منكم، كنقول لكم سمحوا لي على هذا الغياب هذا، وكنشكر الناس يعني اللي خافت عليا، اللي سولت على الغياب ديالي، اللي قالت لي اش واقع عليك، شنو كاين، طمأن عليك. والله العظيم راكم عزاز عليا وخوتي وحبابي. ودابا ان شاء الله انا غادي نمشي مع عبد السيد، راه داير معايا في القهوه، غادي نمشي عنده ان شاء الله القهوه، وغادي نوريكم شنو غيكون وشنو غيدور بيناتنا. ودعوا معايا بالشفاء، ودعوا معايا بالتيسير وبالتوفيق، وتحياتي لكم، وخليكم معايا ان شاء الله. انا غادي نمشي، السلام عليكم. عليكم متابعينا الكرام. اذا ما غاديش توقع انك تكون في حاله صحيه مزيانه ووظيفه مزيانه وتلقى راسك عاجز. اذا هذه حلقه اليوم او العنوان للحلقه اليوم. اذا سي حسن، عرفت في هذه القصه كامله وفي هذه الالم وهذه المعاناه، لقيتي حل واحد، الا هو تلتجأ اليوتيوب ودير قناه ديالك، حددنا عليها الناس يعرفوها، وان شاء الله يدخلوا عندك ويتفاعلوا معك ويعاونوك ان شاء الله باذن الله. يعني الصراحة تنشكر موقع يعني صوت العدالة، لا بالمكونات ديالو ولا بالصحفيين ديالو، واللي تاح لي هذا التواصل ديالي مع الجمهور يعني من جديد، وخاصة يعني مجموعة من الإخوان أو مجموعة من الناس اللي قالوا لي افتح قناة، وانا لبيت النداء ديالهم وفتحت القناه، راه الاسم ديالها يعني حسن القرواني، يعني بالعربيه وبالفرنسيه. انا التجأت ليهم لانهم هم الحل، هم الحل ديالي، وما غاديش يبخلوا عليا. انا كنعرف المغاربه راه كرماء، وراه كيساعدوا البراني، ما بالك انك بتزود البلاد. وانا كنتمنى منهم انهم يعني يدعموني ويشجعوني، كيف كيعرفوا ان الهدف ديالي من هذه القناه هذا هو انني نلبي الطلب ديالهم، والهدف من هذه القناه هذا هو انني بغيت يولي واحد المدخول يعني منها اللي نتعالج به وندير به عمليه على الظهر ديالي ونوقف من جديد. انا هو الهدف ديالي انهم طالب منهم المساعده ديالهم، ما يبخلوش عليا، الله يجازيهم بخير. وكنشكرهم بزاف بزاف على الدعم ديالهم، لانهم يعني واساوني، يعني الحمد لله، يعني عطاو يعني اشياء اللي هي صراحه معنويات مرتفعه يعني بالكلام،
الطيب الله يجزيهم بخير. وانا ما انا انا دائما انا تنقولها انا راه يعني انا راه ماشي ضد هاد الاشياء ولا هذا، انا راه معاهم، انا باغي غير يعني حق ديالي، حق المشروع ديالي انا بغيته، انا بغيت هذا هو الشيء. انا عليها انا التجأت لهذ القناه هذه اللي تنطلب منهم يعني يشجعوني ويعاونوني ويساندوني. اذا كنتمنى من الله انكم تعاونوا السي حسن القرواني وتدعموه. خوتي الحبابي الحمد لله كيف شفتوا يعني هذه الجوله الصباحيه يعني هاي دازت بخير وعلى خير. يعني اللقاء ديالي كان مع استاذ تيمي صوت العداله صوت الحق. الحمد لله يعني تكلمنا ناقشنا غادي ان شاء الله يعني نحط المداره بيني وبينه يعني الفيديو غادي نحطو نتاديرو الفيديو. هنا يعني بغيت نتطرق واحد المساله يعني بغيت نجدد الاعتذار ديالي على الغياب ديالي، وهذا الغياب هذا راه يعني كان بسبب كان المرض ديالي الله يبعد عليكم المرض. كانت يعني الرجل ديالي يعني في التحافل ديال البيسين شتو الرجل ديالي كان تسقط بزاف من الكتاب ديالي. بقيت عاطيها شويه يعني الدواء ويعني من انتهيت يعني شدتني واحد السنان يعني درست يعني شدتني سنانه يعني قاتلت يعني غير بقيت نقول لكم ونباطاجي معكم ان سبب الغياب ديالي هو هاد الاشياء هادي ديال المرض. راه انتوما خوتي وحبابي راه توحشتكم بزاف وان شاء الله يعني انا غادي نستعرف الصور ديالي ديال الحلقات ديالي وغادي ندير ان شاء الله واحد اللايف يعني التواصل بيني وبينكم وغادي يكون جديد معايا ان شاء الله. ودائما في الختام تنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم على الدعم ديالكم وحتى الناس اللي سولت فيا يعني الغياب ديالي تفلعتوا عليا غير اش واقع في غبتي. راه خوتي والله العظيم راه نتوما عارفوا المرض وعارفوا الاعاقه الظروف شويه قاصحه وراه هذا هو الغياب ديالي انني كنت مريض. كان واحد التجربه اول مره تجربه في حياتي ديال البيسين عاد شفت انا ما كنتش عارف شنو غيوقع عليا ولكن راني يعني كليتها يعني تقصحت بزاف تقصحت بزاف بزاف بزاف. ما غاديش نطول عليكم غادي ان شاء الله نستمر في التصوير ديالي وغادي نكون منكم واليكم وصلى الله عليه وسلم وتحياتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.